السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. يعني شو بدي إلكم، أحيانا بتقابل واحد مع ناس بيرجعوا له الثقة بالإنسانية، الثقة بالإنسانية والثقة بالإنسان وبعزة الإنسان وبطيبة الإنسان وبأخلاق الإنسان وبأخلاق الإسلام العظيمة، وأن الإسلام هو يعني عزة وكرامة وأخلاق واحترام وعمل مخلص لله سبحانه وتعالى. هذه هي بعض المشاعر التي أشعر بها في هذه الأيام في تعاملي مع الأخوة في تدريبات العقلية، الأخوة المشرفين دكتور علي الربيعي والأخوة المشرفين المشرف فوزي والمشرفة الدكتورة أروى والمشرفة الدكتورة رشا والمشرفة سمية وبقية الطاقم، ناس يعني سبحان الله يعني شيء فعلا يسر القلب ويرفع الرأس. 24 ساعة كل يوم 7 أيام في الأسبوع عمل بإخلاص واحترام وأدب وأخلاق وسعة صدر وتحمل، تحمل مو طبيعي. يعني تصور طول الليل، احنا هلأ كنا سهرانين من طول الليل لحد الآن، من الساعة 8:30 المساء مبارح لحد الآن 12 ساعة، ولحنا ساعتنا قاعدين عم ندارس وعم نشتغل طول الليل هني سهرانين. يعني كانت محاضرة الدكتور وكانت محاضرة يعني زخمة جدا، يعني حكى 2:30 أو 2 ساعات علم مو طبيعي قد ما أعطى علم. هاي المحاضرة هاي كان تحدث فيها عن القراءة البصرية وكيفية القراءة البصرية، وبعدها أخذ المشرف فوزي الذي لم ينام أبدا يجيب على الأسئلة ويتحمل، وإحنا 1000 واحد فقط في مجموعة في قاعة واحدة. تصوروا هذا الزوم، صلنا عم نستخدم قاعة واحدة 1000 واحد، في عنا قاعتين بس هي قاعة رقم واحد 1000 واحد فيها، وطوال الليل شغالة. شو هذا، تقدر تواصل تبعت أسئلة وتجيب على الأسئلة، يعني شيء مو طبيعي أقسم بالله. يعني فعلا الله يجزيهم الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يعني يعيذهم من شر العين والحسد ويبارك لهم في إخلاصهم. الأمور تمشي بشكل ممتاز وعارفين شو عم يشتغلوا. طلع أنا فكرت الشغلة يعني مو ما كنت أتوقع لهالدرجة من الحرفية يعني والإتقان، كل شيء عم يشتغلوا بيعرفوا شو عم يساووا. التقنيات اللي احنا ما بنعرفها كنا نساوي طرق خاطئة جدا في حفظ القرآن، ولذلك لم يعني ننجح. أحد أكبر الأخطاء أنك تحفظ القرآن آية آية أو تحفظه أنت عم تطلع صوت. في طرق أخرى أفضل بكثير وأنجح ولها فعالية مو طبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم أن يحفظكم جميعا كتاب الله. طلع انت بس تدرب على هاي، مو بس بتصير شاطر بحفظ كتاب الله، لا بدروسك تروح على المدرسه ما بتاخذ قلم ورقه، كل شيء بيحكي الاستاذ، طلاب مدارس كل شيء بيحكي الاستاذ تلاقي دخل مخهم في بدون ما يكتب، كله عم يسجل قد ما تطورت عندهم الذاكره وطرق الاستيعاب. ايه فالحمد لله اشكره سبحانه وتعالى انه في هيك ناس وفي هيك ناس يعني بهالإخلاص. الدكتور علي بيعامل كل المتدربين كأنه أولاده، حتى يقصوا عليهم أحيانا، يقصوا علينا أحيانا، ما ليش هذا في مصلحتنا، لكن كأولاده، والمشرفين يعاملوهم كأخوتهم والله. وجزاهم الله كل خير، أنا لا لي ناقة ولا جمل فيها ولاني مستفيد، إنما هن حسب ما أرى أنهم يريدون الوجه الله سبحانه وتعالى ويريدون مصلحة هذه الأمة والعزة لها. تبارك الله في عملهم وبارك بكم جميعا يا أخوتي، وبارك لكم في يومكم هذا وأعطاكم خيره وخير ما بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.